الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على تسميد النخيل. طبعا تسميد النخيل له مراحل معينه، من اهم المراحل وبدايه المراحل هو التسميد العضوي. التسميد العضوي له مكان معين بعد الثقافه اللي موجوده للاسف من عشرات السنين، بيحط السماد فوق صلايه النخله هنا، وده ما بيوصلش بشكل سليم للنخله او ما بيوصلش الغذاء بشكل كويس. الطريقه الطبيعيه والعلميه اللي هي بتخلي لي في استفاده كبيره من الماده العضويه المهدره او المهمله اللي ملهاش اي قيمه، سواء السباخ المتحلل او الكومبوست. ببدا احفر حوالين النخله بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي، بعمل خندق وبخلط الماده العضويه والسوبر فوسفات والكبريت، وله توقيت معين شهر 10 و11 و12 ببدا اعمل الخندق دوت. زي ما حضراتكم شايفين ده الجذر اللي هو بيبدا، اللي هو جذر النخله اللي هو بيبدا يتغذى لي او يستفاد لي من الماده العضويه والعناصر الغذائيه اللي انا بحطها لها توقيت معين. وطبعا الجزء الداخلي دوت ببدا اغذي بيه العناصر اللي هي الفوسفور والنيتروجين والبوتاسيوم، وكل عنصر من دول له توقيت وله ميعاد معين للتسميد. بجانب ان انا بعرف طبعا الري، ببدا ان انا اعمل عمليه العزيء، بعرف اروي شجره النخل وكده، وبعمل عمليه العزيء عشان افكك التربه واتخلص من الحشائش ووصل الاكسجين للنخله نفسها عشان تبدا تتنفس وكده. والعناصر الغذائيه يبدا تستفيد بيها النخله بدل ما يكون فيها زرع حواليها، سواء خضار او محاصيل، وما بيوصلش الغذاء ده بشكل سليم، فبالتالي بتاثر لي على الانتاجيه وبتاثر لي على النخله. ولازم النخله يبقى لها خصوصيه كشجره فاكهه كمراحل تسميد. طبعا الاسمده مهمه جدا، وبرنامج التسميد مهم في تطبيقه، على اساس ان هي تديني اكبر انتاجيه وتبعد لي برضو عن الامراض، سواء سوسه النخيل او بعض الامراض اللي بتقابلني نتيجه لضعف او مناعه النخله او ضعف قصوبه التربه. تحياتي لحضراتكم مهندس نزريق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.